وصف وزير الخارجية الإيرانية علي أكبر صالحي المزاعم الأمريكية بشأن محاولة اغتيال السفير السعودي بسيناريو شيطاني يستهدف النيل من علاقات طهران والرياض. وقال صالحي في تصريح للعالم إن هذه المزاعم هي أكذوبة وخدعة الهدف منها صرف الانتباه عن المشاكل التي تواجهها الإدارة الأمريكية. هذا كله أكذوبة وخدعة من قبل الأمريكان والصهاينة، انه يعني لا يحولوا انتباه العالم من الاوضاع من المشاكل الداخليه في امريكا والمشاكل الداخليه اللي مش مشاكل بس من الصحوه الاسلاميه اللي حدثت في المنطقه، ان يحولوا افكار الناس الى غير جهه، وان شاء الله سوف يفشلون في هذا. كما أكد صالحي أن العلاقات مع دول الخليج الفارسي وبينها السعودية طيبة، وأن السيناريو الأخير يهدف لإثارة الفتنة والاختلاف بين دول المنطقة. طيب، بالنسبة لهذه السيناريو اللي خلقوها وصنعوها، أنا بدي أقول أنه علاقات إيران مع دول الخليج على أحسن ما يرام الحمد لله، خصوصا علاقاتنا مع السعودية علاقات طيبة جدا في المستوى العلاقات الثنائية، لكن هناك اختلاف في الرأى والرأي في بما يخص بالقضايا المنطقة والدولية، وهذا من الممكن أن يحدث حتى في بين يعني أفراد العائلة، يعني من نفس العائلة، وهذا مش مهم كثير. ونحن نتمنى الخير للشعب السعودي، وهذه الأكذوبة هم يعلمون أحسن من عدنا الشعب السعودي أنه خلقت لإيجاد قال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن الاتهامات الأمريكية لبلاده بالتورط في مؤامرة مفترضة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن هي عمل صبياني لتحويل انتباه الرأي العام الأمريكي عن مشاكل الحقيقية، مؤكدا أن لدى بلاده علاقات طبيعية مع السعوديين. إلى ذلك قال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن تتشاور مع واشنطن لفرض مزيد من الإجراءات ضد إيران. فرضية المؤامرة ملف جديد تلوح به الولايات المتحدة ضد إيران هذه المرة، ملف يضاف إلى ملفات قديمة تستخدمها واشنطن بين حين وآخر للعمل على تأليب الرأي العام العالمي ضد إيران وفرض حصار دولي عليها كما يؤكد ذلك المراقبون. وهذه المرة تتهم طهران بمحاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل أحمد الجبير في ظل إطلاق حملة أمريكية جديدة ضد إيران. تبلورت مواقف العديد من المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية للعمل باتهامها بالتخطيط لاغتيال الجبير. منصور عرب بسيار وغلام شاكوري متهمان بالمشاركة في هذه المؤامرة بقيادة عناصر في الحكومة الإيرانية. إن المخططة يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الأمريكية والدولية. ولم تتباعد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من جانبها عن اتهام إيران بمحاولة الاغتيال، واعتبرت أن ذلك سيزيد من عزلة طهران على الساحة الدولية. إن الوقت قد حان لإيصال رسالة قوية إلى إيران وعزلها بصورة أكبر عن المجتمع الدولي. الاتهامات الأمريكية هذه ردت عليها طهران بقوة ووصفتها بالمؤامرة الشيطانية. السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي أكد في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أن بلاده تدين بشدة هذا الاتهام المشين من قبل واشنطن، وتعتبره بمثابة مؤامرة شيطانية تندرج تماما في سياق سياستها المعادية لإيران. أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراست فقد وصف تلك الاتهامات لإيران بأنها محض ادعاء وعارية عن الصحة، وقال إن واشنطن تسوق هذه الاتهامات بناء على مواقف عدائية ضد إيران في سياق مسرحية مضحكة، وتستبطن في الوقت نفسه سيناريو لإثارة الفرقة والفتنة في المنطقة، مؤكدا أن الهدف من وراء إثارة الخلافات بين السعودية وإيران هو خدمة الكيان الصهيوني وإخراجه من مأزقه الحالي لكونه بات منبوذا في المنطقة. وشدد مهمان باراست على أن العلاقات الإيرانية السعودية تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وأن إثارة هذه المزاعم لن يجدي نفعا،
وكان علي أكبر جوان فكر المستشار الإعلامي للرئيس أحمد نجاد قال في أول تعليق رسمي إيراني على الاتهامات الأمريكية لطهران بالتورط في مخطط اغتيال السفير السعودي في واشنطن إنه سيناريو مفبرك لتحويل انتباه الرأي العام الأمريكي عن المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة. وقد استدعت الخارجية الإيرانية القائمة بالأعمال في السفارة السويسرية احتجاجا على اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لإيران بالضلوع في محاولة اغتيال السفير السعودي، ونددت إيران بالادعاء الأمريكي ووصفته بالسخيف محذرة من مثل هذا التحريض السياسي. وقال مسؤول الشؤون الأمريكية بالخارجية الإيرانية أن طهران كانت منذ الثورة هدفا للجماعات الإرهابية التي تخضع للحماية الأمريكية. يذكر أن السفارة السويسرية تتولى رعاية المصالح الأمريكية في إيران. وللتعليق حول مجمل هذه التصريحات معي من طهران الدكتور ناصر السوداني عضو مجلس الشورى الإسلامية. دكتور ناصر السوداني، فيما يتعلق بداية بما قاله السيد القائد الخامنئي هذا اليوم، إلى أي حد يمكن اعتبار كلام السيد القائد والرؤية المتكاملة التي قدمها حول مجمل الأوضاع السياسية مسارا فكريا ونهج عمل يمكن اعتماده في التعاطي مع المستجدات في المنطقة والعالم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الآن العالم دخل في يعني صحوة جديدة أو في مسار جديد، وهذا المسار هو ليس بصالح الأمريكان، ومن أجل التغلب على هذه الأجواء خاصة الأمور التي الآن والاضطرابات والاعتراضات التي هي الآن سادت وفاقت البلدان الأمريكية، من أجل أن يضوئوا على هذه الاضطرابات، وأيضا من أجل أن يشوهوا موسم الحج، وأيضا يجعلوا بين إيران والسعودية في هذا الموسم العظيم بعض الخلافات، فحيكت هذه المؤامرة لعدة أسباب منها مثل ما ذكرت. وسماحة السيد القائد هو في الواقع أشار على الحالة الجديدة أو الوضع الجديد الذي الآن يسود العالم، هذا ليس بصالح الأمريكان وكله في الواقع بصالح الشعوب، ولا شك أن بين إرادة الشعوب وإرادة الأمريكا الولايات المتحدة تناقض وتباين موجود، ومن أجل تغطية هذه التباين دوما ما الولايات المتحدة تحيك بعض المؤامرات. طيب دكتور الدفاعية. دكتور، حول المؤامرات، يعني ما استمعناه من السيد القائد وما نستمع من أكثر من مسؤول إيراني يتحدثون عن حالة تنبيه أو دق ناقوس خطر من عدم جر الربيع العربي، الصحوة الإسلامية، الحراك الشعبي الحالي إلى الحضن الأمريكي، بتقديرك دكتور هل تمتلك إيران القدرة بما لديها من مكانة إسلامية، هل تمتلك القدرة بالتأثير على ما يجري في الشارع العربي وتصحيح المسار وتنبيه الشعوب العربية وقوى التغيير العربية إلى أن هناك محاولات لجر هذا التغيير إلى الحضن الأمريكي؟ أهم قدرة في إيران هي امتلاك قدرة المنطق وأيضا توعية الشعوب من أجل التحصل على إرادتها وإلى تمكن إدارة أمورها وقدراتها ومقدراتها وتعيين مصيرها على يدها، فهذه في الواقع قدرة عظيمة تمتلكها إيران. يعني الآن السيادة الشعبية الدينية في إيران هو خير نموذج لأن تستلهم وتقتبس هذه الشعوب الثائرة من هذه الثورة، فإيران إذا تريد أن تستفيد من قدراتها ومن طاقاتها إذا يعني تبين الإنجازات والنجاحات والموفقيات التي حصلتها تحت ضوء هذه الثورة المقدسة، هو في الواقع تبيين تصديق. نعم
دكتور نعم دكتور، فيما يتعلق بالمزاعم الأمريكية حول السيناريو الذي استمعنا إليه يوم أمس من وزير العدل الأمريكي حول محاولة إيرانية لاغتيال السفير السعودي في واشنطن كما ذكر يوم أمس، إيران طبعا نفت نفيا قاطعا وعلى لسان أكثر من مسؤول إيراني هذه المزاعم، وقالت أن هناك هدف من هذه المزاعم هو بث الفرقة بين المسلمين أو التحريض على إيران، تشويه سمعة إيران، وهذا الموضوع يعني حتى قبل سنوات كان يعمل عليه وهو تشويه صورة إيران في العالم. إلى أي حد بتقديرك دكتور؟ يبدو فقدنا الاتصال مع دكتور ناصر السوداني عضو مجلس الشورى الإسلامي من طهران، شكرا جزيلا.